كما قلت لكم عرضت كتبت وتخيلت متصور في 10 سوايع. الفيلم مش يوصل في مساج عنيف ولا حاجة، جس حبينا نحكي حاجة نوصل الفكرة، ما عادش ما وصلتش لبالي ما حبينا، هي هذاك اللي قدرنا عليه. الفكرة هي الفكرة تحكي على زوج صحاب، زوج بوليسية صحاب، واحد يخدم على روحه ويحب يعمل أي حاجة كبيرة معناتها باش يوصل يمنع البلاد من المشاكل، وفما شكون دخل حب جوست باش يعمل ثم الحاجة سالته في المرض، هي حاجة سالت البور تربيه معناتها نوم دافير كي ترفق وتوفى معاه ومعناتها ما خدش معاه الوقت. هذه معناتها الفكرة اللي خذاها، دونك خطف له بنته، حب يعمل معاه شنطاج، شنطاج مش على فلوس، شنطاج على الدوسيات، خلال معناتها ضحى بنته باش يعمل معاه روحه. هذا اللي حبينا. فما حاجة أخرى ولا نرجع نقعد على روحي؟ يعطيك الصحة. عايشة. صفقة عليها.